السيد إيتم حجوب نائب رئيس المجلس مقاطعة كيليز، بالنسبة لليوم كانت الدورة الاستثنائية وناقشتوا نقطة مهمة عندها علاقة بالمستثمرين والإشكالات اللي عندهم في كيليز، أشنو بالضبط اللي تطرقتوا له؟ احنا هذه النقطة هذه ديال التصميم التهيئة ديال الحي الصناعي، ولكن احنا ما نخصوش نفوتوا الفرصة لأنه كاين المسؤول ديال الوكالة الحضرية، الوكالة الحضرية هي العمود الفقري ديال التعمير يعني في جميع المجالات، يعني باش احنا حيت كاين شي حاجه لفتتنا الانتباه، انا ما تهضرش على كيليز، نهضر على مراكش كامل، احنا هذه دوره كيليز، ولكن هذا مشكل طرحنا في مجلس الجماعي ونعاود طرحته دوك على المسؤول ديال الوكاله الحضاريه، لانه شي حاجه قديمه خص المستثمرين ينساوها. دابا كاينه مرحله جديده، كاينه استاذه جايه عندها وزاره الاسكان باش تشتغل الاسكان مستوى المغرب ومستوى مراكش باش دابا تعطي، كانوا السلطات حتى هي متحزمه باش تولي عهد جديد، ولكن ما باقيهاش يتنصوا علينا، وسمحوا لي قطعت العباره هذه. المستثمر اللي شد ريسبسيون وفاز بشي حاجه، الا كاين شي ما نديو منه ولوليديه، حنا راه بغيناها، كيديروا لنا السكر يدينا، الا باقي ما شدش ريسبسيون الثانيه ولا الثالثه، هذه وقيتها الحساب. لان ما يمكنش واحد يدي المراير ويمشي للشمال، واحد يدي المراير ويمشي على برا، واحد يستثمر وفي الاخر يجي المواطن عندنا حنا، المواطن تيجي تيقول لك انا اعطيني فين ندير الدياليز، اعطيني فين ندير دار الثقافه، اعطيني فين نلعب الكره، وراهم يديو الفلوس وحنا شفت تخزموا معنا الناس، لا راه حتى تكرفسوا، حنا راه كمجلس مقاطعه راه عندنا ترقيع، ما عندناش باش نبنيو الناس، ماشي جميع واحد يصور كيفاش الجماعه راه المدينه كبيره، ما يمكنش. والمستثمرين خصهم يعاونونا دروك ويزيدونا شويه باش يعاونونا في هذه البلاد، لان هذه البلاد تستفد منها كاملين، كلشي تستفد منها، وحتى المستثمرين هما اللي يستفدوا منها، ما حنا كطبقه هشه راه ما تستفدوش، كي تستفدوا المستثمرين خصهم حتى هما يعاونونا، لانه هذه توجهات السلطه دروك وتوجهات المجالس وتوجهات السيده الوزيره، هذه وقت اخرى اللي ما شدنا ريسبسيون ما يشدهاش، اللي ما تحاسبناش معاه. ونعطيك نموذج في الازدهار، عندنا 4 مستثمرين، عندنا منتزه الجديد، عندنا زيارة بدر، عندنا ديور مرجان، عندنا نور النخيل، ولا نور الخالي، بحال هكا، راه المرافق ما كاينينش، ورجعوا عندي الساكنة أنا لرياض السلام، لأنه نائب الرئيس ملحق رياض السلام، ونائب الأول هنا، وجاو عندي تما وما لقاونيش، وجاو عندي البيرو هنا، وهضروا معايا في هذا الموضوع، قال لي فلان راه 4000 بارتمان و 400 حانوت جمع ما كاين فين نصليو، وراه ما كاينش المرافق، دابا الله يجزيكم بخير. حنا كنطلب من السيدة الوزيرة المحترمة نشكرو على المجهودات اللي تديه، والسيد الوالي حتى هو اللي داير المجهودات ديالو، والسلطات دابا هادي وقيتها دعت ما بقاش باك صاحبي، كيف ما قالت السيدة الوزيرة في اللقاء ديالها، باك صاحبي مشات دروك وقيت الحساب، اللي ما عطاش شي حاجة قبل يعطيها دروك باش نتعاونوا باش هذه المدينة تعاود ترجع مراكش الحمراء، وشكرا.